استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه رئيس وزراء جمهورية طاجكستان قاهر رسول زادة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها والنهوض بها في جميع المجالات، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح، وسفير الكويت لدى باكستان والمحال إلى طاجكستان نصار المطيري، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وسفير جمهورية طاجكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدوف.